قناة شوف تي في. نحن الآن في منزل نبيل شوبيد المريض، وهذا هو الأب ديالو اللي غادي يتكلم لنا عن الحالة ديالو. دابا الدري كان مرض ليا في ملي غيدوز الباك، يعني الله عنده 16 عام اللي كان غيدوز الباك، مرض ديناه لمحمد الخامس، من تما تبعنا الدواء شي عام ونص وهو كيداوي في محمد الخامس، تقاداو وعطاوني برا، قالوا لي راه الدواء ديالو ما بقاش هنا، ديناه لمراكش. ملي ديته لمراكش بقينا كنمشيو ونجيو وكنداو فيه واحد الوقت، هما داز شي عام وزياده، قطعوا ليه المصران صغير، قطعوا لي المصران صغير، رديناه داروا ليه البوشيطه، جبتوه هنا عاودنا قعد تاني مع شي 8 اشهر فاش لحق الوقت ديال البوشيطه باش نبدلوها، لقاو المصران الكبير تعادى ليه، قال لك شي ميكروب ولا شي، عاودوا حيدوه لي في بنوطوفايل، هزوه داو بنوطوفايل حيدوا لي المصران، قعدنا تما 10 ايام، عاودوا ردوه محمد السادس ولا شويه، هزيتو تاني جبتوه. ومؤخرا فاش عاود بغيت نحيد هاد البروشيطه الاخرى مع خصها تحيد، ديناه باش نحيدوها ما ساعدوش الحظ، قعدنا تما شهر وخمس ايام، دوزنا فيها شي شهر تقريبا في محمد السادس، ما بقاو كيقولوا لي بقى شويه الطماطور دريك عاليه، خرجتو ديتو الكلينيك ديال سنينا عليه تما وخرجناه، لانه تعطلوا عليه ما بغاوش يحيدوها لي. ملي دينا الكلينيك ديال قالوا لي راه غادي نحيدوها، قعدنا تاني تما 6 ايام، ملي اتصلوا بنا المسائل، درنا الراديوات وداك الشيء التحاليل كل شيء، وفي الاخر قال لي بناج واش الاب ديالو جا جرني، قال لي راه ما نقدروا نديروا ليه حتى حاجه لانه الدري ما عندوش القوة، صافي وزيت الدري وجبتو وجينا في حالتنا، شي اللي كاين. وحاليا الحالة ديالو كيف انت كتشوف دابا راه غادي نحاول نديه الرباط كليني في الرباط. واحد النقطة عرفتها من دار لي واحد الإيران، قالوا عندي واحد المشكل بحال الخرجة ديال البعض، بحال شي عصب شاد لي ديال المصاري ديال البعض، المهم خلاص هذا هو الماكلة ما كنستافدش منها مزيان، هادشي علاش كتجيني صعيبة أنا نطلع الوزن، وهو غولي نوصل 40 كيلو. وصعيبة بزاف، صعيبة بزاف، أول ما كنا كتاكل كتاكل كتاكل، أو هاداك الشي كانو كيدوزو ليا في السبيطار كلو كندوزو هنا، كنشريهم كلو نهار كندوز هادشي، كنشري قراية فورتيلا كلشي كندوزو هنا، ولكن للأسف الوزن صعيب، صعيب باش يطلع، هادشي لي كاين دابا راه بقى لينا نمشيو للرباط ونشوف واش نلقاو جديد. هادو راه كيشرب منهم 4 في النهار ديال 40 درهم الوحدة، هادو هما اللي كيقوتوه هما وهداك السيروم ديال الحليب، يعني يوميا خاصو هاد 4، جوج في الصباح وجوج في العشية، وهاد المرات كاع كيزيد وحدة في الليل، يقول لك زيدها خص يزيدها ماشي مشكل، فورتي ميل كيديرو 40 درهم. ما كنلقاهمش على الفارماسيان خصك تكومونديهم وترجع تجيب، لانه هذا هو هادو هما اللي كيعتقوا هادو والسيرو هادشي اللي كاين. يعني ملي شناه ما كيستافدش من هذيك البوشيطه، بقينا تنجري ونحاولوا نحيدوها باش يولي يتزاد في الكيلوات، يولي بحال ولي عطا ربي السوق. دوكا راه غادي نحاولوا ندوه للرباط، كنا غندوه اليوم هذاك الدكتور اللي غيطلع من مراكش باش يتلاقى معنا في الرباط، دار معنا حتى الغدا، غدا غادي نديه ان شاء الله الرحمن الرحيم، وتنطلبوا من الناس يتعاونوا معنا، واللي بغى يعاوننا الدري راه كيشوفوا الحاله ديالو، ونطلبوا من جلاله الملك الا بغى يتعاون معنا الله ينصره الله يحفظه. هادشي اللي كاين، هادشي تاني اللي كنتمنى من جلالة الملك أنه يشوف الحالة ديالي، كنتمنى تبليهم ويتعاون معايا ويسهلوا عليا الأمور، حيت النفسية ديالي راه ملات من السبيطارات، ملات من هادشي كلو. شفتو داك الفيديو اللي طلق داك النهار، طلقتو بحرقة وبألم، كنطلب أنهم غيبوني، بغيت غير نغيب، هادشي اللي وليت كنطلب، كنطلب غير نغيب ونفيق، ونلقى داكشي سهله
وتاني كلوتو قبل العمليات، وكنتمناو هادشي اللي كاين صح. شي حاجة اخرى أجيب شيك أخويا من حبيب حبيب يا رب، والدعوات أهم حاجة في هادشي كامل، والدعوات ديالك. إذا المشاهدين ومتابعين قناة شوف تي في، كنتمناو ليكم أنكم تداعوا مع هاد الشاب، شاب نبيل اللي هو الآن طارح فراش.